أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تجدد المعارك في محافظة أبين وتأثيرها على اتفاق الرياض المتعثر، حيث تجددت المواجهات العسكرية في أبين بين قوات الحكومة الشرعية وميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. مصادر محلية قالت إن المعارك اشتدت في جبهة الطرية في النواحي القريبة من منطقة الدرجاج وسط تقدم ملحوظ للقوات الحكومية. المصادر أكدت استعادة قوات الجيش السيطرة على جبل النجيد بعد ساعات من سيطرة الانتقال عليه، كما سيطرت على مواقع جديدة. إحكام الجيش السيطرة على المواقع دفع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا إلى إرسال تعزيزات عسكرية تضم آليات عسكرية وجنود إلى جبهات القتال شرقي مدينة زنجبار في أبين. وصول التعزيزات العسكرية لقوات الانتقال التي انتشرت بشكل واسع في شوارع مدينة زنجبار بالقرب من مستشفى الرازي في جعار يأتي بالتزامن مع اشتداد القتال في جبهة أطرية بالنواحي القريبة من منطقة الدرجاج والتي شهدت تقدما للقوات الحكومية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: تأثير تصاعد المعارك على تنفيذ اتفاق الرياض المتعثر، وما هي أدوات السعودية للضغط على الأطراف لتنفيذ الاتفاق. نناقش هذه المحاور بعد أن نتابع التقرير التالي. تتجدد المواجهات العسكرية في محافظة أبين بين قوات الحكومة الشرعية وميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، وكالعادة كان القصف المتبادل بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة يفرض أحكامه على الأرض بعد هدوء نسبي دام أيام قليلة، الأمر الذي صعد من حدة المواجهات العسكرية المباشرة في مختلف الجبهات. مصادر محلية قالت إن المعارك اشتدت في جبهة الطرية في النواحي القريبة من منطقة الدرجاج وسط تقدم ملحوظ للقوات الحكومية. المصادر أكدت استعادة قوات الجيش السيطرة على جبل النجيد بعد ساعات من سيطرة الانتقال عليه، كما سيطرت على مواقع جديدة أهمها جبل مديفين. مصدر في الحكومة الشرعية قال إن إحكام سيطرة قواتها الحصار على جبل الصراري القريب من منطقة المخزن ومدينة جعار دفع الانتقال لإرسال تعزيزات عسكرية إلى خطوط المواجهة في محاولة لترجيح كفة الموقف العسكري مع الحكومة بعد حصول انهيار داخل صفوف عناصره. ما يجري على الميدان ينعكس بصورة مباشرة على طاولة التفاوض بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في الرياض، الأمر الذي دفع مراقبون للتلويح بفشل النسخة الثانية من الاتفاق رغم تقديم السعودية نفسها كضامن لتطبيقه على الأرض. ووفق المراقبين فإن واحدة من معالم فشل الاتفاق أنه كان غير دقيق في توصيف الوضع في جنوب البلاد، إذ تجاوز واحدة من أهم القضايا وهي أنه لا يسمي ما جرى في عدن والمحافظات الجنوبية انقلابا مكتمل الأركان. وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة، ينضم إلينا الناشط السياسي الأستاذ عادل الحسني، وأيضا سيكون معنا الأستاذ صلاح الصقلدي الصحفي من عدن، وأيضا سينضم إلينا الباحث في علم الاجتماع العسكري لواء محسن خصروف. أبدأ مع الأستاذ عادل الحسني، بداية كيف تتابع ما يحدث في أبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليك على الضيوف والسادة المتابعين. الحقيقة ما يجري في أبين هو استمرار الضغط على هذه الميليشيات المسلحة في الشق الأمني والعسكري المتفق عليه في اتفاقية الرياض، ولا يوجد هناك حقيقة روح لحسم المعركة أو الدخول إلى عدن أو أبين كما يتوهم البعض، وإنما للأسف الشديد ما يجري هو مسألة ضغط. يعني الانتقالي في الأسبوع الماضي قدم رسالة اتجاه لتنفيذ الشق العسكري ويتزامن ذلك مع إعلان الحكومة، لكن سرعان ما تنصل من هذا فاضطر الجيش إلى هذه الميليشيات التي كبدته مزيد من الخسائر والقتلى والجرحى، وسقطت الكثير من المواد، وربما يتراجعوا في الأيام المقبلة ويقبلوا بالشق العسكري، لكن عند التنفيذ سيتنصلوا، لأن الإمارات العربية التي بنت هذه الجماعات المسلحة وبنت هذه المعسكرات يستحال أن تسلمها للشرعية التي تعتبرها خصم عدن. طيب، والحديث الآن ما جدوى اتفاق الرياض إذن في ظل تجدد المعارك دائما في محافظة في جبهة أبين؟ سيظل اتفاق الرياض يراوح مكانه وشأنه وشأن كل المبادرات السابقة والآلية التنفيذية أو مخرجات الحوار، أو يعني لن يكون هناك على الأرض شيء. الذي أنشأ هذه المعسكرات خنجر في ظهر الشرعية
لا يريد للشرعية أن تثبت دولة ولا مؤسسات دولة وإلا لما سمح لها من بداية الأمر. فالقضية هي لا أقل ولا أكثر من السعودية والإمارات أزمتها في حربها التي زعمت أنها جاءت من أجلها وهي معركة الكرسي إلى إنشاء معسكرات وخلافات داخل المناطق المحررة وإفراق الشرعية من مضمونها التي زعمت أنها جاءت لاستعادتها الشرعية الذي يعترف بها العالم ولا يعترف بغيرها، لا يعترف إلا برئيسها، لا يعترف إلا بسفاراتها، لا يعترف إلا بحكومتها. لكن التحالف من يطعنها من الخلف ومن يمنع رجوعها إلى عدن. طيب أرحب بالصحفي صلاح السكلدي، أهلا بك أستاذ صلاح. بداية أمام هذا التصعيد بين فترة وأخرى، هل ما زال هناك متسع لتنفيذ اتفاق الرياض؟ تحية لكم وللسادة المشاهدين جميعا. كما قال الأخ عادل الحسني بأن المهاجمون على عدن الذين يحاولون الاقتحام عدن لن يسمح لهم أبدا بالتدخل بالوصول إلى وبلغ عدن. هذا حقيقة أتمنى أن يعيها كل الذين يتمثلون في شقرة وفي المناطق هناك على تخوم عدن. ففعلا القرار اتخذ هكذا على أن لا يمكن السماح للتقدم في عدن واقتحامها مرة ثانية. لكن ماذا لا يدرك هؤلاء بهذه الحقيقة ويعودوا إلى عدن؟ من المؤسف أن هؤلاء يتمترسون للتدمير عدن وقصفها وحصارها والإجهاز عليها فوق ما تعانيه من ويلات ومن بؤس ومن عناء. في الوقت نفسه أقول في الوقت نفسه نرى كثير من قيادات هذا الجيش المسمى بالوطني وضباطه وجنوده يصلون تباعا إلى صنعاء لإدراكهم تماما بأن صنعاء يجب أن تكون مصانة، صنعاء يجب أن يحافظ عليها لأنها عاصمتهم هناك. أتمنى أن يكون هذا الحس موجود لنا وأن يعي هؤلاء الأخوة الجنوبيون الذين يتم تسخيرهم وضرب الجنوب وضرب القضية الجنوبية وتدمير عدن بأن يعوا هذه الحقيقة ويعود إلى عدن لنكون شركاء جميعا في هذا الوطن والنهوض به والالتفات إلى المستقبل، إلى مستقبل أجيالنا بعيدا عن الحروب والاحتراق والضغائن وهذه الأحقاد التي يتم مضاعفتها اليوم بأموال وبقدرات والأغراض والأهداف خارجية للأسف الشديد. أقولها هذا لا يعني حينما نقول اننا ندعو الى تضامن وتراس جنوبي يعني بالضروره ان هذا التضامن سيكون مفجأ ضد احد على الاطلاق. فان لم يكن هناك استقرار في الشمال لن يكون هناك استقرار في الجنوب، وبالتالي انا اكثر من مره ادعو الى وقف هذه الحرب ليس في ابيان بل في عموم المناطق كلها. فقد اثبتت 6 سنوات تقريبا من الحرب عبثيتها وتدميرها واصبح الحل السياسي هو المتاح اليوم تماما. انظروا يا اخواني اتوجه الان. طيب اذا كان الحل السياسي هو المتاح الذين يحرضون بالاعلام واللي يحرضون بالمواقع والذين يقاتلون على الارض. الاخوه في الشمال اكثر وعيا تماما تجاه قضيتهم وتجاه وطنهم هنا في الشمال. كثير من الشماليون يعملون على حرب مجرد حرب صوريه هناك في مارب وفي الجوف لادراكهم تماما بان الوطن اغلى من كل شيء واغلى من الاموال التي تسلم للاسف شيء تسلم في شقراء وتسلم في كثير من المناطق هناك في ابين. فالوطن محتاج لارواحنا وليس محتاج الى هذا النزيف والى هذه الارواح التي تزهق. تفضل. طيب دعني انقل هذه النقطه للاستاذ عادل الحسني، هل هي الامور كما يقول الاستاذ صلاح السقلدي انه شماليين عقلاء وجنوبيين يتقاتلون فيما بينهم وهناك من يحرض ويوسع الهوى والفجوه ما بين الجنوبيين؟ هل تتفق مع ما طرحه صلاح السقلدي من عدن؟ يبدو انه فقدنا الاتصال بالاستاذ عادل الحسني. اعود قبل ان اعود للاستاذ صلاح السقلدي ارحب بضيفي الباحث في علم الاجتماع العسكري اللواء محسن خسروف. اهلا بك سياده اللواء. اهلا بكم مرحبا. سياده اللواء بدايه كيف تتابع عوده الاشتباكات في ابين وما هي قراءتك لهذه التطورات العسكريه؟ شكرا جزيلا تحياتي لك ولضيوفك الكرام وتحياتي للقناة الرائعة. يا عزيزي قبل أن نتحدث عن ما يجري الآن في أبيان بعد نعود إلى القرار 2016. هذا القرار رائع ومهم وبناء على دراسة موضوعية الحالة اليمنية واستنادا إلى مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخارجية والعملية التنفيذية وحدث خطوة مهمة 1 2 3 4 5 أو لها الشكل
الأمني والعسكري بأن تقول قيادات القوة المسلحة والأمن إلى قيادة عسكرية وطنية مهنية محددة ويعني يتجرد الميليشيات من السلاح أي استشيات المحاوثين كله بحيث تصبح الجيش الوطني وهو أقام تبع الداخلية وأتباع وزارة الدفاع. كانت الخطوة الأولى هذا ضمن القرار 22/16 تشكيل حكومة الائتلاف الوطني تضم حوثيين تضم جنوبيين وشماليين وإلى آخره. كانت مسار برياضة الشباب الوطني ثم نبدأ بالنظف المؤسسة الدستورية ورجع الانتخابات إلى آخره. نفس الموضوع الآن يتكرر لكن بعد هذا القرار أتينا مبادرة من الأمم المتحدة من جون كيري من محامين يقول لك مش ضروري الجانب العسكري أجلوه والأمني أجلوه وسعروا يشكل حكومة ويكون الحوثي يشارك فيها بنسبة عالية ومش عارف إلى آخره وهو يسيطر على العاصمة ويسيطر على تعز ويسيطر على إرب ويسيطر على حديدة ويسيطر على جيش قوام 450,000 وعلى مخازن سلع يقاتل فيها العشرات يعني السنين متعددة يجوز تجاوز العشر سنوات وكأنه لم يحصل انقلاب شرعية ولم يحصل تجاوز المؤتمر الوطني ولم يحصل أي شيء فقط طيب. يجي يشارك في الحكومة وبعدين هذا اللي حصل في اعتذر منك سيادة اللواء سنعود التواصل معك حتى يكون الصوت واضح أكثر وأعود لضيفي من عدن الصحفي صلاح الصقلدي. قلت أن الحل السياسي المتاح هو الآن وهذا الحل ربما متمثل من خلال اتفاق الرياض. ما جدوى هذا الاتفاق في ظل تجدد المعارك في أبيان أستاذ صلاح؟ هل من جدوى الاتفاق الرياض الآن؟ الاتفاق بشكله العام حتى وإن طبق أو إن نفذ بحذافيره فهو ليس حل أساسا للقضية الجنوبية، هو عبارة عن مرحلة للتهدئة ومرحلة لإعادة الأوضاع الخدمية والأوضاع الأمنية في داخل المحافظات الجنوبية، فهو لا على الإطلاق أي حل سياسي لا للأزمة الزمنية ولا حتى للقضية الجنوبية بالمطلق، فهو تحدث عن شقين، شق سياسي متوسط. طيب ومن قال يا أستاذ صلاح أنه الاتفاق الرياض هو جاء لحل القضية الجنوبية؟ اتفاق الرياض لم يأتي لحل القضية الجنوبية، هو جاء لحل اسمح لي لم يقل احد ان هذا الاتفاق اجل لحل القضيه الجنوبيه ولا يوجد فيه بنود الحل السياسي، هو تركز على محورين اساسيين، اولا تشكيل حكومه وتعيين محافظين ومدراء امن المحافظات، هذا فيما يتعلق بالشق السياسي، الشق العسكري الثاني هو كما نعرفه بترتيبات عسكريه وتجميع السلاح وانسحاب قوات عسكريه، اما الحل السياسي فهو ابدا لم يتعرض له على الاطلاق لا للحاقدين الجنوبيه ولا للازمه اليمنيه، وبالتالي تنفيذه كاملا مثل ما قلت انه لن يحل المساله بجذورها ولا حتى طيب. اتفاق فهو كنا نأمل منه فقط أن نحاول أن فقط أنفاسنا ونعيد ترتيب أوضاعنا ونلتفت إلى الجوانب الخدمية، الجوانب الأمنية، الجوانب التي تعبث وتبطش بحالة الناس هنا في عدن وفي كثير من المناطق الأخرى، أما أنه يكون حل سياسي فلا هو لا حل سياسي ولا حتى يمثل على الإطلاق لا ومخرج للمجلس الانتقالي للقضيه الجنوبيه، حتى وان تم شراكه الانتقالي في هذه الحكومه فهو سيكون مجرد شراكه يعني صوريه، شراكه فقط اللهم انها تحاول ان ما يمكن ان نستفيد منه نحن في الجنوب من هذه الشراكه ومن تنفيذ هذا الاتفاق هو ان يتم اشهار القضيه الجنوبيه اشهارا كاملا وعادلا وبشكل اوسع وبشكل شمولي امام المجتمع الدولي والمجتمع الاقليمي، هذه هي ممكن يستفيد منها القبيل الجنوبي والمجلس الانتقالي. اما ان هذا الاتفاق فهو ليس حلا على الاطلاق، وبالتالي انا انصح المجلس الانتقالي اللي يندفعوا ويظهروا نيتهم اكثر من الطرف الاخر وان هذا الحل هو بان هذا الاتفاق هو النجاح القارب النجاح ابدا، انا انصحهم بان يلتفتوا الى الجانب ما هو موجود على الارض الى توفير الخدمات للناس الى استثمار الحاله الامنيه التي تحصل اليوم في عدن في كثير من المناطق وفي كثير من المحافظات، اما الهروله والاندلاق على هذا الاتفاق وكانه سياتي لنا بما
ما عجلت عنه الأوائل فهذا غير منطقي. أتمنى أن يتركوا الجانب الآخر، هو من يسعى إلى تنفيذ هذا الاتفاق، هو من يطالب بتنفيذ هذا الاتفاق بعد أن استنفذ المجلس الانتقالي كل ما لديه وكل ما يمكن أن يقدمه ويتنازل معه، وكذلك استنفذ كثير من الشخصيات ومن القوى ومن الكيانات الجنوبية كل طاقاتها وكل ما لديها من تنازلات. ما بقي هو على الطرف الآخر أن يثبت هذا، وعلى الطرف المشرف أو على الوسيط وهنا السعودية أن تثبت فعلا أنها وسيط وليست من حاجة إلى. طيب سأعود وأسألك عن التزامات المملكة العربية السعودية كوسيط في هذا الملف. سيادة اللواء، إذا كان المجلس الانتقالي أوفى بما عليه كما يقول صلاح الصقلدي من عدن، فمن المسؤول عن خرق الاتفاق بشكل متكرر؟ لمن السؤال؟ لك سيادة اللواء. شكرا جزيلا يا عزيزي. ما حصل في القرار 22/16 تكرر الآن. الآن اتفاقية الرياضة الأخيرة والأولى واضحة بداية، يعني تأمين العاصمة عدن من خلال وجود قوات أمنية تتبع الشرعية تتبع الداخلية، وخروج القوات العسكرية إلى خارج المدينة، ووجود حرس الرئاسة، وتتفرغ الحكومة، تأتي الحكومة تتفرغ للخدمات والمشاريع وإدارة الدولة. لا، هذا الكلام يعني أجل الجانب الأمني والعسكري، وقلت شكل الحكومة ويأتي رئيس الحكومة واثنين وزراء وثلاثة مستشارين، مش كل الحكومة، هذا طلباتهم يعني. لا يريد أن يأتي أي وزير من الوزراء اللي بيعتقد أنهم مشاغبين حتى لو كانوا جنوبيين. المسألة يا عزيزي ليست لا في المجلس الانتقالي ولا في الدولة الشرعية. الآن التحالف العربي، الإمارات العربية المتحدة والسعودية لا تريد أي حل في اليمن، هي لها مشاريعها الخاصة، مشاريعها الخاصة. السعودية تريد منفذ على البحر العربي، والإمارات العربية تريد الموانئ على البحر الأحمر والعربي، وتريد جزيرة ميون، وتريد السيطرة على مضيق باب المندب، وتريد السيطرة على منابع النفط في شبوة. هذه مشاريعهم أصبحت هم همهم الآن مشاريعهم الخاصة وليست القضية الوطنية اليمنية، وإلا فالحال الواضح هم من أنشأوا المجلس الانتقالي، وهم من سلحوه، ومن دربوا مقاتليه، وهم من مدوا بالدبابات والمدرعات والعربات المدرعة وراجمات الصواريخ. من أين لهم هذا السلاح؟ هي من التحالف، التحالف الذي يقول أنه يبحث عن حل. التحالف لا يريد لليمن أن تخرج إلى حل، لا يريد أي نصر لأي طرف من أطراف الصراع في اليمن، يريدها حربا طويلة الأمد حتى يأتي اليمنيون راكعون ويوقعوا على كل طلباتهم، حتى يتم تمزيق اليمن شمال وجنوب وشرق وغرب وإلى آخره. يعني هذا هو مخطط التحالف العربي بشكل عام والإمارات العربية على وجه الخصوص. تمام، لن يسمحوا بأي هزيمة لأي طرف ولا بأي نصر لأي طرف، ستكون حرب تطحن اليمنيين حتى تحقق جميع أهدافهم فيما يريدوه. هذه حقيقة الأمر، ولا تكلمني عن مجلس انتقالي ولا عن شرعية ولا عن هذا رفض ولا عن هذا وفق، كل هذا كله شغلة التحالف العربي، وإلا فالريموت كنترول بأيديهم، هم من صنعوا المجلس الانتقالي، هم من يدعمون المجلس الانتقالي بالسلاح، هم من يتمالؤون مع الحوثي، هم من يمنعون انتصارة الجيش الوطني، هم من يخذلوا الجيش الوطني، هم من يمنعوا تسليحه، هم من يخسفوه بطيران التحالف حين يحقق أي انتصار، ابتداء من العبر حتى صرواع حتى نه. هذا اللي حاصل بالضبط، لا تنتظر أي حل يأتي عبر التحالف. اليمنيون معنيون الآن باشتراح حل وطني يبدأ بخروج الدولة كاملة بقضها وقضيضها إلى الداخل، يأتوا إلى اليمن يقاتلوا معنا في الداخل مع المقاتلين اليمنيين في الداخل مع الأبطال في الداخل، ونعيش شرف العيش جميعا. أنا أريد أن أعود إلى مأرب، أنا ممنوع من العودة إلى مأرب، أنا وغيري من الذين يريدون حل وطني شامل. يعني من يمنعك من العودة لمارب؟ لا تحدثني عن الانتقالي ولا تحدثني عن الحوثي ولا غيره. التحالف الآن هو من يتحكم في مصير اليمنيين. طيب أستاذ صلاح الصقلدي، إذن المشكلة ليست لا في المجلس الانتقالي ولا في الحكومة الشرعية، التحالف لديه أجنداته وأهدافه الخاصة، وهو من يعرقل أي نصر أو خسارة لأي طرف من الأطراف، وهو من يتحمل المسؤولية عما آلت إليه الأمور اليوم. ما رأيك؟
اتفق مع اللواء خسروف بان التحالف يتلاعب بهم هناك في محل ويمنع من يمنع ويسمح لمن يسمح ويتخذ منهم العوبه واداء لتنفيذ اغراضه وتحقيق مصالحه في هناك. لكن ما لا يمكن ان يتفق مع لا عاقل ولا انسان سوي ان يقول خسروف بان المجلس الانتقالي صنيعه الامارات. ان لم يكن المجلس الانتقالي ظهر على الساعه فهناك كثير من القوى كانت ستظهر لتقود القضيه الجنوبيه. يجب ان نتذكر جيدا ونحن نتكلم على هذا الموضوع بان هناك قضيه جنوبيه عمرها ربع قرن، وبالتالي كان يجب على هذه القوى التي تتباكى اليوم على اليمن وعلى الوحده ان تدرك تماما من هو الذي قاد الانقلاب الكبير عام 94 على المشروع الوحدوي. وما نراه اليوم ما هو الا نتيجه وما هي عباره عن تداعيات وما وليس اكثر من ارتدادات لذلك القضيه الجنوبيه. طيب اذا كنت تستنكر ما طرحه اللواء محسن خسروف على ما يخص دعم الإمارات للمجلس الانتقالي، من يمول اليوم المجلس الانتقالي؟ من يسلح المجلس الانتقالي؟ من أين له المال والسلاح اليوم؟ اسمعني بعلق على هذا الكلام. اسمع، من الذي يدعم هذه القوات المسمى بشرعية اليوم في أبيان الذي تحاول اقتحام عدن؟ من الذي يدعم هذا السلاح والدبابات والمتعية من عمق مارب؟ طبيعة الحال والواقع تقول أن هذه هي قوات الجمهورية اليمنية، قوات الجيش، قوات الشرعية المدعومة من التحالف. أليس هذا هو التحالف نفسه الذي يسلحهم؟ من أين لهم هذا السلاح أصلا؟ عندما يقولوا بأن الحوثي استولى على الجيش واستولى على السلاح، من أين لهم كل هذا السلاح؟ أليس من التحالف؟ ثم اسمعني، عندما يقول بأن المجلس الانتقالي ميليشيات وإنه 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 ليس منضوي تحت الجيش الوطني، هل تناسى خسروف ومن أمثاله بأن الجيش الجنوبي تم إقصاؤه وتسريحه وتطهيره كاملا في المؤسسة العسكرية والأمنية عام 94 وما بعدها، وبالتالي أصبح خارج المؤسسة الأمنية والعسكرية، أصبح خارجها، وعندما أتت هذه الحرب وجد نفسه خارج هذه المؤسسات وخارج الوحدات العسكرية، فكيف سيكون جزء من المؤسسة العسكرية الرسمية والجيش الأساسي والوحدات الدولة ومؤسساتها وهو أصلا تم طرده وتم إخراجه خارج المؤسسة والتطهير تماما؟ فكيف لي أن أكون موجود في الجيش النظامي وانا اصلا مطرود في منزلي منذ ربع قرن؟ كيف لي ان اكون داخل هذه المؤسسات الدوله وانا مطرود ولا تم تسريحي من هذه المؤسسات؟ كيف يستقيم هذا الامر؟ يجب ان يدرك خسروف وجميع هذا ان الجيش في الجنوب تم تسريحه وهو مبعد من عام 94، وعندما اتت هذه الحرب. طيب وماذا عن القيادات العسكريه الجنوبيه من عبد ربه ومنصور هادي الى اخرين موجودين هم في هيكل المؤسسة العسكرية والأمنية، ماذا عن هؤلاء القيادات العسكرية الجنوبية؟ باعتراف قيادات جنوبية انخرطت مع هذه الشرطة مع 94 تقول بأن نسبة الجندي داخل الجيش الجنوبي داخل الجيش لا يتعدى 5%، وهذا 5% ارتفعت بعد ظهور الحراك الجنوبي. هذا ما يقول الجنوبيين الموجودين في الشرعية العسكريين هنا، انظر كم عددهم وانظر ما هي صلاحياتهم أساسا، وانظر ماذا يمكن ان هل هم عناصر مؤثره؟ ابدا، هم تم وضعهم بالهامش، اللهم انهم استخدموا كديكور للاضفاء الشرعيه على وضع ما بعد احتلال الجنوب عام 94. طيب نسمع اذا كان هناك من تعليق للواء محسن خسروف. على ما اشرت اليه مدنيين وعسكريين وامنيين كله خارج سياق الدوله، كيف لي ان اكون جزء من هذه الدوله؟ وكيف لي ان اكون جزء من الجيش النظامي هذا وانا اصلا مطرود منها؟ طيب الاقصاء والتهميش اذا سياده اللواء، الاقصاء المجلس الانتقالي تلقى سلاح وهو كان مقاومه اصلا، مقاومه باعتراف هذا الشرعي وباعتراف التحالف، وبالتالي لا يمكن ان نقول له جزاك الله خير كثر الله خيرك بعد ان حررتنا الجنوب، اذهب غير مطرود، فهذا لا يعقل. طيب اذا اليوم طيب ننقل النقطه للواء محسن خسروف، اليوم المجلس الانتقالي قواته تصنف على انها ميليشيا، لكنك يقول لك اخذ هذا السلاح والدعم من التحالف كمقاومه شعبيه لانه حرر مناطق في الجنوب. هل تريدون استمرار الاقصاء والتهميش بحق هذه القيادات العسكريه والقوات العسكريه الجنوبيه ويستمر مسلسل الاقصاء والتهميش الذي اشار اليه الاستاذ صلاح الصقلدي من 94 وحتى الان؟ الاستاذ صلاح الصقلدي تحدث في البدايه كلام صحيح 100%. انا شخصيا اعترف 100% ان الجيش
الذي كان جنوبيا وكان ضمن الجيش الجمهوري اليمني بعد الوحدة تم إقصاؤه بعد 94. تم تسريح أكثر من 60,000 مقاتل من أبناء الجنوب، تسريحهم خارج الخدمة وحيلوا إلى التقاعد. قيادات عسكرية وأمنية أحيلت إلى التقاعد وعاروا شظف العيش ولم تصرف لهم حتى مرتبات وحرموا من الترقيات وسرح أكثر من مثلهم من الموظفين في جهاز الدولة. هذا الكلام صحيح 100%. تلك مظلومية نحن ندافع عنها، نحن مع الحراك الجنوبي 100% حين كان مطلبه إعادة حقوق الجنوبيين، إعادة كرامة الجنوب، من حقه تقرير المصير. كل هذا الكلام كان مفهوم ومعلوم ونحن معه 100%. لكن في هذا الظرف الذي فيه الحوثي انقض على السلطة واستولى عليها وهاجم عدن وتمكن ابناء الجنوب والمقاومة من تحريره بدعم من التحالف العربي، هذا في هذا الظرف نأتي لنتقاتل فيما بيننا لتقف اللي يقف المجلس الانتقالي بدعم من الإمارة ضد الدولة الشرعية، يمنع وجود الحكومة، يمنع وجود الرئيس، يمنع إدارة الدولة دون ما هدف. يعني نتقاتل والحوثي غريمنا الرئيسي الكبير ما يزال موجود. هذا كلام ليس فيه منطق، ما قاله صحيح لكن القادة العسكريون الذين في الجيش الوطني ليسوا على الهامش، فيهم قيادات مفصلية في وزارة الدفاع، في الدوائر، في الاستخبارات، في قادة ألوية، ولو يريد أن أذكرهم بالاسم قادة ألوية فاعلون في الميدان، لهم صولة وجولة، مدراء مديريات، يعني مدراء هيئات في وزارة الدفاع، رؤساء هيئات. هذا الكلام ما هو صحيح. الآن القضية ليست فيها يعني الدولة الشرعية هل هي في وضع يسمح لها بأن تهمش الجنوبيين؟ هذا الكلام ما فيش منطق. الدولة الشرعية تستجدي أبناء الجنوب، تستجديهم بأن يقفوا إلى جانبها لتمكن من استعادة الدولة. طيب أشكرك سيادة اللواء وأختم بهذا السؤال مع الأستاذ صلاح الصقلدي. إذن هذا الوقت هو لا وقت للتهميش والإقصاء، هناك قضية والمنطق يفترض أن نتحدث عن إعانة الدولة ودعمها لإسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي. الجنوبيون أثبتوا أكثر من المرة ألف بأنهم مع هذه السلطة التي أتت هاربة وتم احتضانهم وتم شد أجرهم ووقفنا معهم بالخنادق وبالبندقية وبكل ما أوتينا من قوة، لكن ماذا حصل فيما بعد؟ تعرف ونعرف كلنا كيف عملتنا هذا بأن أدانت ظهر المجن للجنوبيين وانقلبت عليهم وطردتهم من الشراكة التي كانت موجودة، مع أنها تلك الشراكة السياسية كانت محسوبة لهم وعلى حساب القبيلة الجنوبية. فيما يتعلق بتسليم السلاح اليوم والانخراط مع هذه المسمى بشرعية، هذا لا أعتقد أن الانتقالي ولا أي جنوبي حريص على القضية الجنوبية ولا حتى حريص على اليمن كله بأن يسلم رقبته وسلاحه لهذه الجماعات التي لا نعرف من أين ما هو مشروعها ولا أين. إذا كان موضوع اسمعني، طالما لا يمكن تسليم السلاح الجنوبي في طالما بقية القضية الجنوبية بدون حل، هذا منطق. طيب إذا كان لا يمكن تسليم السلاح، ما الذي إذن تقوم به اللجنة السعودية اليوم في أبيان؟ بعد أن يكون هناك تسوية سياسية عادلة، فأنا مستعد أن أسلم لك من سلتي، ليس فقط من ذكريتي ولا دبابتي. عندما يكون هناك العام 90 وسلم الحزب الاشتراكي اليمني، سلم الجيش الجنوبي كامل وسلم رقبته على أمل أن تكون هناك دولة مدنية، دولة موحدة، دولة تستوعب الكل. لكن حصل أن الطرف الآخر شعر بالقوة وشعر بالزهو وشعر بأن الطرف الآخر الجنوبي ضعيف، وكانت الكارثة التي لا يمكن أن نكررها اليوم. للأسف الشديد أي أن نصبح الآن منع السلاح هو الذي سيتمكن من البقاء. هذا الحقيقة ليس للأسف ليس موجودة فقط بالداخل ولكن حتى على مستوى العالم وعلى مستوى الإقليم. أشكرك جزيلا. من يريد أن شكرا جزيلا لك الصحفي صلاح الصقلدي، كنت معنا من عدن. وأيضا الشكر موصول للواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي السابق كان معنا، وأيضا للأستاذ عادل الحسني. في ختام هذه الحلقة تحية طاقم البرنامج، نلقاكم في الغد وحلقة جديدة من زوايا الحدث. كونوا بخير.